الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الكلمة فيها الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الخيرات والطاعات والمبرات، فكانوا يبادرون إلى تطبيق ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان أمره لهم أمر استحباب وندبية لا أمر وجوب، مع ذلك كانوا يسارعون ويسابقون إلى الخيرات. ولكن نحن في الغالب حالنا ما عاد كحال أولئك، صار كثير منا نسأل الله تعالى السلامة يسمع الحث النبوي على فعل الخيرات يفرح بذلك ولكن يتكاسل عن التطبيق، صار يسمع آيات كتاب الله تحثه وتحضه على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، يسمع هذه الآيات ثم يغفل التزام ما تضمنته هذه الآيات من الحث والحض على هذه الخيرات، فتجده يتكاسل عن تنفيذ الأمر الإلهي في هذه الآيات القرآنية. وهذه المسارعة وهذه المسابقة إذا نظرتم أحبابنا، الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا، هذا فعل أمر، وفعل الأمر أحيانا يدل على الوجوب وأحيانا يدل على الاستحباب، على الاستحباب وأحيانا يدل على الإباحة بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى أمر الإباحة، لكن هذه الأفعال التي جاءت في هذه الآيات دالة على الحض والحث البليغ على المسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات.